إن أقول صلاة وقوان الشعب السومالي الجاري ما هقوان وزيره جاري أم بس ياسي جاري أم مدحوين جاري الشعب السومالي المركا قوان كاي جاري وحي ويك مدين مدحوينه إنه مسؤول كان نقدر اعتراف هذه مدحوينه وحي أسيق مدين وزير كاري ما جبتي مركوت وحي مفرينينا مركا مبحنا أنا عدل أقول أنا واحد مفلين إن أمر كي مدحوينا واحد مفلين إن رابطان كشعب كريس مال دلالك أنا فهمت يدي كم إنه جود الرئيس إن كستم مدح بنانة السومال لأن ولي عيان اعترافين شريتان كسومال عد ولا واحد اعتراف سنت سومال وود شراء وحكود دليلة مرتقات كان مكان قطني مليشي وحنا نكون مرتقى عن السومال لا نبرم مرتقى وود شروي حبناها برلم كنا وضكون من واحد نفرقهم من السوم مال لا من نفرقهم منها هكذا سفاري ذا شيء ولو تبغى ذا شيء من وجهه إيربور كي نجد كده إن عيدنا كم سو ديك كتير عيدنا كم بحكي كتير وقول عشان أنتين سوم مال أنا وود شريتان كده ولا أقول سي هاي سوم مال أنا واحد بحس شروطه لو أقول صلى الله ودا نوردن لكن ما نحبنا نيد ولي أقول سوى نهاري سوى نروح كوي منايا مركل لين ناركو إلا إن مغلط اللي إنه هو يستعترف إنه هو يستعترف سنة هاي تذكر إني جاح لي مركز دولة وطنه ودعوت إني يعني بيسني أنا بيسني كيس كين كسوة كم مركز تقوم إنه هو درسين لايم وهذا شيء حلو سكر أقوسيا ما تحبنا عنده هي أقوسيا ودك وأكل لبا أقوسيا ودك وين هاي سنة أقوسيا ما تحبنا عنده وين أقول هاي سنة سنة دين وتدار لو سوى طن ونهر إن شاء الله بإذن الله الكريم أرنك خاتم Soomaaliland waxa runtii saldhig u ah nabaddeeda iyo degenaanshaheeda iyo dimuqraadiyadeeda siyaasadda aan u qaadanay ay ahayd in mar kastaba wax la aliyo wixii inaga khilaafeen ugu yimaada dhexdeena inaanu ka wada fariisano ka wada hadallo ciidanay noo dhaxayn taasu saldhigayna laga soo bilaabo 1919-kii shirarkii intaa ka dambeeyey kii sheekh كي محمد البورما نسقاب قول استحسقاشن كي كي هذي سلطة كده تدوبي استحسقاشن كي تاسا سرجوا مركا تنوع حب لكل انك خاطر نحب كم دي يوم جيد سعد كسياسة ده سو كم دي سيدي تذكر رئيس مانا الله مدين له سير الاعتراف كان مهد كهذا لنا نوه الله وحنو بعنا هاي كوه رئيسا مني ما نو بعنا مني ما عدك وحنو بعنا الدفاع عدك وحنو بعنا الدولة عدك وحنو بعنا الأهل عدك marka runtii waa qayb ka mid ah kulanka loo kulmayna siyaasadeena guud ee ku doonayno si aan nabad u soo dabaalno intii nabad weyn haysan alxamdulillaah si aan u sii adkeyn lahayn nabadeena una midoobi lahayn marka uu furmay todobaad ka hor aan wallahi ma hubo todobaadkan laakiin qorshe ayay ku jirtaa kif kif saacadda uu in magacay uu xas kif kif markaas goobal waxa socda waxaan doonayaa inaan la soo كل حرينا نحن كنا دولة وهيسو كويتية دوا مدة دكتور سعد على شر وسير كهرباء دولة الهرباء دولة نقرأ كوع ضغة من جهة تبي حرير كي عالم جهاني دولة واحد دولة إلى كويتية جمعية غربة كده حسي سبد الباء كويبي أو بانكي موري حويه هريد ودو كده جاي حلو وحلا دورتي من كلابس وحويه بودا maxay tahay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Soomaaliland ahaan ma sacad cali shir ahaan in ka meeliyaana inaad qadiyadda kaga yibgeysaan ninka waynu ognahayo intii Soomaaliland jirtay tiraba dhowr xoogay guudba soo maray oo badankoodu ka soo horjeeday qadiyadda maxaa taas in ka meeliyaana ta kale sideed fartigii sacadoodu u dambeeyey sida wararka caalamku sheegayeen Soomaali badan oo Norway ku dhaqan oo dabcan dad reer Soomaaliland ka mid yihiin أي دولة النرويج هو المتحيل إنها بحاجة شرق شروع الجرح قادم فرنتا أهم الدولة هذه ذيك إذا كان الدنيا أذكى طيب هذا الإنسان عم أقول ترى سر النرويج ما دام الشعب يقيس ولا تد كم يدري شو ما حيت هاي بسم الله الرحمن الرحيم أرجع قصة بسن جمعية دخول معك بحاسيو في نوع بشع لبدا urur ee jimcada qurmaha ka dhaxaysa iyo midowga afrika waa laba meelood oo runtii aad iyo aad muhiim u tahay inaan qadiyadeena gaarsiino oo had iyo jeer la socodsiino kana hawlgalo
نسيت درو خاصة إن شعاد غرما كده حيسا إنك سولو وشير لتجي أنا وزير يقول لي بيع حمل بتجي يعني هذا نسوع تكلم كم وبدنا أنا قرنت تدو حي حن كتير شراء إن مجاعب إرجي جار إن مجاعب إرجي جار ونوتش ويوانت وما هاي يعني السفر مرة لقط راح حسوسية سمالا قديم دي ما نو والبر إنه راح وقال سيدي قديم دي نلوجي إن هم والله راح الله شمال غرما كده حيسا sidoo kale waxaan magacaabay ergay gaar ah baan magacaabay AU da ida laftigeeda marka taasay noo qoshaa arrinta Norway waan maqlay aniga laftigeeyu waddan waliba shuruuc uu leeyahay sidii aan ka dhageystay BBC da runtii sharci jiray awalba hawo jiray ayuu mi fuuriyeen sharcigaas wuxuu noqday dadkii haystay waxaan ilaahay deganaanshaha temporary-ga إن محنا على جرا نخبو يا يهدين هم كبرين نهنتي دولة النرويج إن احترامته وتحجريسه شروعها هي شرعية العالم كله حيلها تتكلم عن جريدة وتشوفها ودن كيف تاسمه في تندوني أنا فهمت أنا